لأسباب مهمة جدا، إنه هو كان بيطل على النيل وفي نفس الوقت هو بيشوف الأهرامات طبعا من خلفية الفيلا، وهو كان موقع متميز لأنه في وسط المدينة، منها يقدر من المكان هنا يقدر يروح أي مكان بسهولة، فده كان من أسباب اختياره لموقع البيت. أي بيت كان بياخده أحمد شوقي كان بيطلق عليه كارمة ابن هانئ، كارما يعني تكعيبة عنب، وهو كان بيشبه الشعراء عنده بتجمع عناقيد العنب جنب بعض، وابن هانئ ده شاعر هو كان متأثر بكتاباته اللي هو أبو نواس. اكتمل تأسيس البيت هنا سنة 1920، أقام هنا من 1920 ل 1932، كانت آخر 12 سنة في حياته. في الفترة دي كان أكتر متأثر بالشعب وبآلامه وبحياة الشعب أكتر من الأسرة المالكة، فده بالنسبة للبيت. هو لو هنبص في الأدوار، احنا عندنا في الدور الأول قاعة شرقية معمولة كلها على طراز العرب الإسلامي، في آية قرآنية داير ما يدور فيها زخارف إسلامية، من بره في نظام الروماني، التماثيل المذهب، الشمعدانات فوق شويه برضو روماني. في القاعه الشرقيه في شويه تاتش اندلسي بس مش كتير، هو متاثر في كتاباته شويه بالثقافه الاسبانيه اكتر. امتى تم اتخاذ القرار بتحويل القصر لمتحف؟ هو طبعا كان بقرار رئاسي من الرئيس الراحل انور السادات. الكلام ده كان هو اول افتتاح للمتحف، كان في يونيو 77. كان قبليها طبعا في يعني جدال كبير ان البيت هنا كان هيتباع لمقاول عشان كان هيهد ويعمل عمارة على النيل، ولكن طبعا في صحفي وشاعر اللي هو صالح جودت اثار الموضوع في الجرائد المصرية، وبناء على الجدال اللي حصل ده امر الرئيس انور السادات بتحويل البيت هنا لمتحف في يونيو 77، ده كان اول افتتاح ليه. لفت نظري وجود تمثال لأمير الشعراء أحمد شوقي في مدخل القصر، إيه قصة التمثال دي؟ هو ده تمثال للفنان أو عمله له مثال اللي هو جمال السجيني طبعا، دي مش النسخة الأصلية، هي النسخة الأصلية موجودة في أكبر ميادين إيطاليا، فدي نسخة منه موجود منها زيها في ميدان الدقي، في واحدة تانية في متحف الشمع، يعني موجود منها نسخ طبق الأصل، لكن دي مش النسخة الأصلية. لو اتكلمنا عن مساحة المتحف وتقسيمته، يعني هي المساحة التقريبية في حدود 1000 متر بالحديقة، يعني من 900 ل 1000 متر. الفيلا بتتكون في طبعا حديقة المتحف، في المتحف يعتبر 3 أدوار بس، في بدروم دور أول ودور علوي. البدروم هو حاليا مركز ثقافي بتقام فيه أمسيات وندوات ومعارض فنية، ده تابع لإدارة المعارض. الدور الأول والعلوي ده خاص بإدارة المتحف وتابع لإدارة المتاحف، الإدارة العامة للمتاحف القومية. الدور الأول بيحتوي على القاعة الشرقية اللي هي قاعة استقبال رئيسية، فيها حجرة السفرة سابقا هي حاليا مكتبة للإطلاع، فيها غرف الصالونات سابقا هي حاليا غرف للإدارة، جناح الضيافة اللي أقام فيه الموسيقار محمد عبد الوهاب، ده بالنسبة للدور الأول. وطبعا بيقابلنا في القاعة تمثال نصفي للشاعر أحمد شوقي عمله له مثال لبناني اسمه يوسف الحويك. في الدور العلوي بتقابلنا الصالة العلوية وغرف النوم، غرفة نوم أحمد شوقي، غرفة نوم زوجة الشاعر، غرف نوم أولاده اللي هي حاليا غرفة للمسودات الخطية وغرفة للأوسمة والنياشين، غرفة المكتب الخاصة بيه، وفي كمان صالون خصوصي كان لاستقبال الزوار المقربين لأحمد شوقي والأقارب. أنا عارفة أن أكيد كل المقتنيات مهمة وليها قيمة كبيرة، لكن أكيد. لو اتكلمنا عن أبرز المقتنيات اللي موجودة، هو زي ما حضرتك قلتي هي بالنسبة لي المتحف كله ليه قيمة كبيرة جدا، بس طبعا التماثيل اللي خص أحمد شوقي حاجة مهمة، المسودات الخطية الخاصة بأحمد شوقي اللي شفناها فوق دي برضو من الحاجات المهمة جدا، وهم عددهم 713 مسودة مش المعروضين بس، المعروضين تقريبا 20 بس، ودي نسخ طبق الأصل من الأصلي. في لوحة موجودة في القاعة الشرقية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي من الحاجات اللي كانت في بيته في المطرية وجابها معاه لاعتقاده لأن هي اللي حفظت البيت هناك، فجابها أول ما اكتمل تأسيس البيت هنا وحطها في المدخل. في طبعا وثيقة البيان اللي هي كرموه بمناسبة إمارته للشعر العربي، دي برضو من الحاجات المهمة. الأوسمة والنياشين مش عارف يعني كله الحقيقة مهم، كله مهم، وبتختلف الأهمية برضو بالنسبة للزائر، في زائر جاي عايز يشوف الطراز المعماري بس الخاص بالبيت، في حد تاني عايز يشوف أحمد شوقي كان عايش إزاي، يعني برضو بتختلف من الزوار. وده خليني أسألك، مين أبرز زوار المتحف؟ لا دول متنوعين، إحنا عندنا طلبة مختلف المراحل العمرية،
العرب كتير جدا لان هم من عشاق احمد شوقي. مش هقول لك طبقه مثقفين بقى من المواطنين العاديين، لا، في اسر بتيجي عايزين يعرفوا اولادهم طبعا في مش احمد شوقي بس، احنا عندنا طه حسين، عندنا جمال عبد الناصر، عندنا شخصيات كتير ليها متاحف. ففي الحقيقه في الوعي الثقافي عند بعض الاهالي ان هم عايزين يعرفوا اولادهم بالشخصيات المهمه دي اللي اثرت في المجتمع. فلا احنا عندنا مختلف النوعيات بصراحه. لو اتكلمنا عن الفعاليات الثقافية اللي بيتم إقامتها في المتحف، سواء المرتبطة بذكرى الشاعر أو الشعر بشكل عام، احنا عندنا صالون ثقافي ده دائم، مش ملوش موضوع معين، احنا دي مواضيعه بتبقى مختلفة على حسب المواضيع المطروحة على الساحة، لكن طبعا بتخص في المقام الأول النقد والشعر والأدب، ده موضوع. الأحداث المهمة طبعا اللي تخص أحمد شوقي زي ذكرى وفاته وميلاده، ذكرى تتويجه، دي من الحاجات المهمة. اليوم العالمي للغة العربية، اليوم العالمي للشعر، للمرأة، للسياحة، للتراث، دي كلها يعني من ضمن الاحتفالات والندوات اللي بتقام جوه المتحف. إزاي تم وضع متحف أحمد شوقي على الخريطة السياحية؟ احنا بنحاول، يعني هو الحمد لله الحمد لله، لو هنقول نسبة وتناسب في عدد الإحصائيات والعدد الزوار من كام سنة فاتت لحد النهاردة، لا احنا في تطور كبير جدا. بنحاول ان احنا نعمل دعاية على المدارس عن طريق الزوار نفسهم، احنا بنحاول نعمل علاقات اسريه مع الزوار بحيث ان هم يروحوا يجيبوا غيرهم، وخصوصا طبعا العرب يعني هم عندهم شغف بالشعر وبالادب قوي، فاحنا بنعمل محاولات وطبعا عن طريق صفحه المتحف والميديا وحاجات كتير يعني الحمد لله. المميز كمان في المتحف انه زي ما بيهتم بالمقتنيات بيهتم بتدريب العاملين، عايزين نعرف منك اكتر تفاصيل عن الجزء ده. هو الحقيقه مش دي ده مش دور المتحف لوحده، هو ده دور اداره التنظيم والتدريب اللي تابعه لقطاع الفنون التشكيليه والاداره العامه للمتاحف القوميه، ان هم عندهم خطه سنويه في جميع التخصصات، في طبعا كمبيوتر، لغات، تسويق الكتروني، حاجات تخص المتاحف، قانون خدمه مدنيه، يعني على اختلاف بقى المواضيع اللي ممكن يكون فيها تدريب. احنا بيجي لنا الكلام ده كل فتره، مش طبعا هو مش كل سنه، هو ممكن يبقى كل 3 4 شهور كمان في جديد. بنشوف بقى ايه اللي احنا نكون ممكن محتاجينه جوه المتحف، ببدا بناء عليه اعمل ترشيح لبعض الساده العاملين، ان مثلا فلان هيروح التدريب الفلاني وفلان هيروح التدريب الفلاني. انا شخصيا لسه كنت في تدريب عن دمج ذوي الاعاقه في المجتمع الثقافي والفني، والحقيقه كان كورس متميز جدا رغم قصر المده بتاعته، بس كان رائع الحقيقه. ايه اللي بتخططوا له في المستقبل لمتحف احمد شوقي؟ يعني عارفه لما تحبي ان المتحف بتاعك يبقى من افضل المتاحف وتوصلي يمكن للعالميه، يعني طبعا قدامنا طريق طويل، لكن ما اعرفش ده هيبقى في عهدي في عهد مين، لكن عندنا امل ان شاء الله. لا ان شاء الله قريب جدا يا رب. في النهايه لو اتكلمنا وعرفنا المشاهدين عن مواعيد دخول المتحف واسعار التذاكر. طيب احنا عندنا المواعيد من 9 ل 4 كل يوم، دي مواعيد فتح وغلق المتحف. احنا تقريبا بنستقبل الزوار من 9:30 ل 3:30 عشان عندي بس وقت كده في الاول وفي الاخر بنظم الشغل. اجازه اسبوعيه يوم الاثنين والجمعه من كل اسبوع. طبعا الاجازات الرسميه احنا حاليا ما بنفتحش فيها للاسف. التيكت عندنا ب 3 جنيه وب 5 جنيه وب 10 جنيه، 3 لل